كنجدد بكم الترحاب دائما وابدا على القناه. كلنا كنعرفوا ان المطبخ الايطالي من اغنى وارقى المطابخ العالميه نظرا للاطباق والاكلات المميزه اللي كيقدمها، ولهذا السبب كيحتل المرتبه الاولى عالميا. اليوم عندي لكم وصفه ايطاليه مشهوره بزاف، كانيلوني، غنديرها ان شاء الله بطريقه مختلفه بحشوه البروكولي والجبن مع صلصه الكريمه. وصفة تستحق تجربة، خليكم معايا باش تعرفوا على الطريقة والمقادير. فهاد الوصفة غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكانيلوني، وهي نوع من أنواع المعجنات، شكل ديالها أسطواني، ممكن نعمروها بحشوات مختلفة. إلا ما توفرتش ممكن نعوضوها بعجين لازانيا اللي كيكون مسلوق من قبل، ثم كنعمروه بالحشوة ونلفوه بحال يعني باش كيجينا أو كيعطينا شكل أسطواني، كيجي تماما بحال إلا استعملنا الكانيلوني الأصلية. في البدايه كنحضروا الحشوه واللي غنحتاجوا فيها البروكولي طري، كنحكوه غير بالحكاكه باش كنحصلوا على قطع صغيره بهذا الشكل. ثم كنوضعوا مقلاه فوق النار ونوضعوا فيها معلقه كبيره ديال الزيت، ونضيفوا البروكولي ونشحروه لمده 2 دقائق. ملاحظه فقط، الا ما توفرش البروكولي فممكن نعوضوه بشي فلور العادي او لا بالسبانخ، لان الوصفه الاصليه كيستعملوا فيها السبانخ والريكوتا في الحشوه. نوضعوا البروكولي في واحد الاناء ونضيفوا عليه 200 غرام ديال الجبن الريكوتا. الا ما توفرش ممكن نعوضوه بجبن كريمي، اي نوع جبن كريمي عندكم في الدار او جبن المثلثات. معلقه كبيره ديال المعدنوس، ونضيفوا كذلك التوابل، 4 معلقه ديال الملحه، 4 معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال الزعتر يابس. ومباشرة كنعمروا الكانيلوني ديالنا بالحشوة اللي وجدناها، ونحتفظوا بهم في الثلاجة حتى كنوجدوا الصلصة ديال الكريمة اللي غتمشي معاهم. مقلاة كنوضعوا جوج معالق كبار ديال الزيت، كنضيفوا عليهم بصله محكوكه وجوج فصوص ديال الثومه محكوكين كذلك، نحركوهم واحد شويه، ثم كنضيفوا عليهم 400 مليلتر ديال الكريمه السائله و100 غرام ديال الفطر المحكوك. بالنسبه للتوابل غادي نستعملوا نصف ملعقه ديال الابزار ونصف ملعقه ديال الملحه. كنخليو الصلصه كتطبخ لمده 5 دقائق على نار متوسطه. مباشرة كنمروا وكناخذوا واحد المول اللي غيدخل الفران، نديروا فيه نصف الكمية ديال الصلصة. من بعد غنصطفو فوقها الكانيلوني اللي احنا عمرناهم من قبل بالحشوة، ثم كنضيفوا النصف الاخر ديال الصوص من الفوق. كندخلوا المول الفران لمدة ديال 20 دقيقة على حرارة متوسطة. من بعد كنخرجوا المول ونرشوا عليه واحد شوية ديال جبن الموتزاريلا، نعاودو نردوه للفران باش كيذوب داك الفرماج ويتحمر شي شويه من الفوق، وكنقدموهم بالصحه والراحه. هاد الوصفه نورمالمون كتقدم غير فحال هكا، هي يعني في حد ذاتها غنية عن أي إضافة، ولكن تقدروا تزيدوا ترافقوها مع أي صالات كتفضلوها بطبيعة الحال. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة اللي اقترحتها عليكم اليوم، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، خليت لكم الراحة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.